طالب بفلان جامعة عراقية من الموصل سني، حب فتاة بنفس الجامعة لكن في غير كلية. الموضوع شنو كان؟ كان انه هذا الطالب بعد ما يعرف يتصرف نزل أساتذة حتى يخطبوها، ما يعني ما قبلت رفضت، دزل زملاء هالطلاب والطلبة، قالت لهم أنا من الكاظمية وأنا شيعية بفطرتها هي البنت، هم بعدين طبعا جمعتهم العلاقة وتزوجوا حتى تكون يعني سبق صحفي للقصيدة حتى تكون واضحة. لكن الموضوع ما بي أنه بكل الأحوال كانت رافضة. التقى بيها بآخر يوم بالجامعة، آخر يوم بالجامعة تريد تبدأ حفلات التخرج بالفاينل وهم كان رمضان، فمن التقى بيها حاولت أنه أجسد الموضوع لأن الولد من سولف لي كان كلامه أكبر من أنه يتوصف. فهنا يسولف الولد مدري منين أبدي، هواي بس أمنيتي نتخرج سوية، شفتش من بعيد وسولفت بيج وبدت وياك قصة الجامعية، قلبي يريد يوقف مرتبك حيل، سكتت خطوتي ونشفت الرية اختصارا للتلكؤ، للتلكؤ والحجح هواي، تتفضلين وتقبلين بي؟ ابتسمت لما صار ضحكة جناح، وقبل لا طير شو صفنت علي رفضت، أنا باهت، قالت أرجوك أهلك بعيدين وطبعك بعيد وحلقتك مستحيل تمر بدي، الله أريد أقنعها، قالت سدهن البوب، ليش سدهن البوب أنا اللي عندي قلت وهاي هي، قالت أنا من الكاظمية شيعية دمعت تحب الحسين، شو معرفك بدين وبالقضية؟ قلت ايش قد قريبة، وقالت شلون؟ قلت ايش وقت ما مقدار عاشور يلبسون أسود للعظمية، الله نزلت دمعة منها، دمعة منها استاذ أثير تأثرت، نزلت دمعة منها وقلت أرجوك الحلو بالعشق ما بيطافي، الله الله ما تخيلش وافقتي والناس تطشلنا الهلاغ الواهلي، أن يشلش من الموصل منارات ومر سامر نجيبا علق وندور ومن نبارنا شيوخ وحميد، وجيبا لك ملوح وغيرة وأخلاق من البصرة تفصل الكرم للضيف لعزوبية أهل الناصرية، وجيبا لك وجيبا ملح من بيوت ميسان وقولهم بيتي ملحة مارشي ومن ديالة نسمة وشجرة وأحلام وشمال الوطن، شمال الوطن من يبغت هدية، الله أريد بمشيتي هنيني شعلان عزيزة الطبع طبع جنج سماوي، ما بالغت وهلش حيل يسهون المشي من الفجر للمغربية، يا بنت الهلال ما بالغت وهلش حيل يسهون المشي من الفجر للمغربية، يا بنت الهلال تتحفل الضيف سمار سوالف فيش للديوانية من واسط أجي محمل تقاليد، سمار سوالف فيش للديوانية من واسط أجي محمل تقاليد، وباقة حب تحل المزهرية وجيب لك قلادة مصع آثار يلب عينش حضارة وسمة وتاريخ، انت السومرية البابلية صعبة يلوق لك يلوق لك بس داخلك ماي، أميرة من التواضع للمعاناة مثل كركوك أشوفك عراقية، هناك بكربلة يتانينا الحسين أدخل حضرة ويدش بدي ونطلع سوا ويتلقانا عباس وحلف زين بيخليك الله الله، ونرجع للنجف ونزور أبو حسين وحس يبتسم من يلقاك لي وحس يقول بطل العنصرية الله هاي التفرقة تجيب الأذية، انتوا اهل العراق ترابكم حار اللي يجمعكم الدم مش الهوية، الله بسلامتك استاذ الله.